بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هنكمل إن شاء الله مع بعض منهج الرياضيات للصف الثالث الثانوي، المنهج المصري، مادة التفاضل والتكامل، معاكم ناصر سالم. احنا شغالين في الوحدة الأولى اللي هي وحدة الاشتقاق وتطبيقاته. أخذنا الدرس الأول، والنهاردة إن شاء الله اللي هو بيتحدث عن اشتقاق الدوال المثلثية، والنهاردة إن شاء الله ناخد تمارين على الدرس الأول. نبدأ كده على بركة الله، وأي سؤال أنا بحله لازم تحله بعدي بإذن الله. طيب بيقول لي إذا كانت دال وره وقاف دوال قابلة للاشتقاق بالنسبة إلى س، أكمل ما يأتي باستخدام القيم المعطاة في الجدول المقابل. هو عاطيني إيه؟ لما السين بواحد، الدال سين يعني الدال واحد هيساوي سالب واحد، الره سين يعني الره واحد باتنين، دال شرطة واحد بواحد، ره شرطة واحد باتنين. انا هحل مثالين ولا تلاتة واسيب لك الايه واسيب لك الباقي، لان سؤال بسيط وهايف جدا جدا. بيقول لي قاف سين يساوي تلاتة دال سين ناقص الاتنين ره سين. طيب قاف شرطة، قاف شرطة سين هيساوي ايه؟ بقدر اقول له هنا قاف شرطة سين هيساوي، او نعملها تحت كده، ادي قاف شرطة سين هيساوي 3 دال شرطة سين ناقص 2 ره شرطة اي ره شرطة سين، يبقى يساوي 3 في دال شرطة، او عايز قاف شرطة واحد يعني اعوض عن كل سين بواحد، يبقى دال شرطة واحد بكام؟ بواحد، يبقى 3 في 1 ناقص 2 في ره شرطة واحد هيبقى يدينا كام؟ 2 في 2 يعني هيدينا 3 ناقص 4 هيديني كام؟ هيديني سالب 1. طيب ناخد رقم 4 مثلا، هنا بيقول لي قاف سين، قاف سين هيساوي دال ره سين، دال ره سين. طيب وعايز، فإن قاف شرطة سين، قاف شرطة سين هيساوي، أدي قاف شرطة سين ده يساوي إيه؟ هيساوي دال للره سين، دال شرطة للره سين في تفاضل ما بداخل الدال هيدينا ره شرطة ايه؟ ره شرطة سين هيساوي، هو عايز هنا ايدي هنا هيدينا قاف شرطة واحد، قاف شرطة واحد يعني عوض عن السين بواحد، يبقى يدينا دال شرطة هنا ره كام ديات؟ ره واحد، ره واحد بكام؟ باتنين. انا عايز لها الدال شرطة بقى، يبقى انا اجيب الدال شرطة للاتنين يعني هيديني 5 في هنا ره شرطة واحد، ره شرطة واحد بالاتنين يعني هيديني كام؟ هيديني 10، يبقى دي قيمتها 10. واضحة كده الفكرة؟ طيب قاف سين، ادي قاف سين هتساوي سين تكعيب زائد ره سين الكل اس سالب الاتنين. طيب هو عايز قاف شرطة، يبقى نجيب قاف شرطة سين يساوي، بنزل الاس سالب اتنين في سين تكعيب زائد ره سين اس سالب تلاتة معايا في تفاضل ما بداخل القوس، يعني هيديني تلاتة سين تربيع زائد ره شرطة سين، تلاتة سين تربيع زائد ره شرطة سين. هو عايز ايه؟ عايز قاف شرطة واحد، نعوض هيبقى سالب الاتنين في هنا واحد يعني هيديني واحد، هنا ره واحد، ره واحد بكام؟ ادي ره واحد باتنين، يبقى زائد اتنين اس سالب تلاتة في تلاتة سين تربيع ديت قوس كده معلش، يبقى هنا في تلاتة سين تربيع تلاتة بواحد يعني تلاتة زائد ره شرطة واحد، ره شرطة واحد بكام؟ بالاتنين. خلاص ان ممكن تتحسب بقى بشكل ايه، بالآلة او بغيرها، يبقى يدينا سالب الاتنين هنا يعني تلاتة، تلاتة اس سالب تلاتة يعني واحد على تلاتة اس تلاتة يبقى واحد على 27 في كام؟ في 5 يعني اديني سالب 10 على 27، يبقى هنا سالب 10 على 27، وتقدر تنفذ بقية المسائل بهذا الشكل. ناخد مثال كمان، بلوج الدال صاد على الدال سين، ناخد مثلا رقم 7، يبقى صاد تساوي، ادي رقم 7 صاد تساوي سين تكعيب ناقص 2 قا سين،
يبقى د ص على د س يساوي 3 س تربيع ناقص 2 ق س ظ الس. معايا ما فيهاش اي حلول تانية فانا بسيبها على كده خلاص، يبقى انا كده خلصت المسألة. ناخد مثلا رقم 9، ص تساوي زطا باي ناقص 1 على السين، زطا باي ناقص 1 على السين، يبقى دال ص على الدال س. هنحلها بشكل مباشر، وممكن تعوض عن هذه القيمة بعين ونعملها بقاعدة السلسلة. الزطا بسالب قتا تربيع باي ناقص 1 على السين، ممتاز جدا، في تفاضل ما بداخل الزطا، هنا التفاضل الباي بصفر، 1 على سين بسالب 1 على السين تربيع، خلاص مفيش اي اشكالية تانية، هنا سالب في سالب بموجب، يعني هيديني قتا تربيع باي ناقص 1 على السين على السين تربيع، يبقى انا كده حليت المسألة. ناخد مثلا رقم 12، يبقى ص تساوي قتا باي ناقص 2 س. طيب يبقى دال ص على الدال س، القتا بسالب قتا س اللي هي الباي ناقص 2 س، زطا باي ناقص 2 س، ما تنساش في تفاضل ما بداخل القتا، تفاضل ما بداخل القتا بسالب الاتنين، سالب مع السالب هيديني موجب، يبقى هيدينا 2 قتا باي ناقص 2 س زطا باي ناقص 2 س، يبقى ده تفاضل ايه؟ تفاضل الدالة بكل سهولة، تفاضل الدالة بكل سهولة. طيب ناخد مثال كمان، بيقول لي وجد دال ص على دال س لكل مما ياتي. ناخد مثلا رقم 13، يبقى ص تساوي جتا 2 س ناقص 5 زطا 3 س، يبقى الدال ص على الدال س نفضل الاولى الجتا بسالب جا 2 س، ما تنساش في تفاضل ما بداخل الجتا، 2 س تفاضلها 2، ناقص 5 زطا 3 س، تفاضل الزطا بسالب قتا تربيع 3 س، ما تنساش في تفاضل ما بداخل الزطا اللي هي 3، يبقى يساوي سالب 2 جا 2 س، هنا سالب في سالب يبقى موجب، 15 قتا تربيع 3 س، يبقى ده تفاضل الدالة. هناخد مثال كمان، وليكن مثلا مثال رقم 14، ولا سيب لك 14 وناخد احنا 15، يبقى ص تساوي جا تربيع 3 س زائد ق تربيع س، يبقى دال ص على الدال س هيساوي، قلنا التربيع انا ببدأ بالتربيع الاول، يبقى 2 جا 3 س، كده انا فضلت التربيع، في تفاضل الجا، جا بس بجتا 3 س، يبقى جتا 3 س، في تفاضل ما بداخل الجتا اللي هو الكام اللي هو التلاتة، زائد افتح قوس ممكن تطلع سالب ولا ايه، فخلينا ناخد قوس افضل، يبقى ق تربيع س، ق تربيع س هيبقى 2 ق س، في تفاضل القا نفسها اللي هي قا س ظ س، في تفاضل السين نفسها بكام؟ تفاضل السين بالواحد، خلاص تمام جدا، تمام خلاص، يبقى انا اشوف اقل ممكن ناخده عامل مشترك ولا حاجة مفيش، او نسيبها على كده مفيش اي مشكلة، يبقى 6 جا 3 س جتا 3 س، هنا دي زائد 2 ق تربيع س الظا الظا س، مفيش اي عوامل مشتركه غير الاثنين، ممكن ناخد اثنين عامل مشترك، يبقى اثنين هيدينا 3 جا 3 س جتا 3 س زائد ق تربيع س الظا س، او ممكن تسيبها على الوضع الاول مفيش اي مشكله، تمام كده. مثلا ناخد رقم 18، رقم 18 ص تساوي قتا تربيع في 1 زائد السين تربيع، يبقى الدال ص على الدال س، هنفك التربيع الاول او هنفاضل التربيع الاول، يبقى 2 قتا 1 زائد السين تربيع، في تفاضل القتا، القتا بسالب قتا س، قتا 1 زائد السين تربيع
ظ واحد زائد السين تربيع، في تفاضل ما بداخل القطع اللي هو كام؟ اللي هو هيبقى 2 س. يبقى في تفاضل ما بداخل القطع هيبقى 2 س. نشوف السوالب الأول، خلينا نكملها هنا. يبقى يساوي، هيبقى سالب 2 في 2 4 س. هنا قتا وقتا، يبقى نقدر نقول قتا تربيع واحد زائد السين تربيع. بعد كده زطا، زطا ديت واحد زائد الايه السين تربيع، يبقى ده تفاضل الايه، تفاضل الدال. واضح كده المسائل اللي انا سبتها لك؟ يا ريت ايه، يا ريت تحلها بشكل سهل. ناخد مثال كمان. طيب ناخد رقم 19، بيقول لي ص تساوي 3 ق تربيع 2 س زائد الباي. عايز الدال ص على الدال س هيساوي، بفاضل الأس الأول 2 في 3 يعني هيدينا 6 ق 2 س زائد الباي. في تفاضل القا، القا بقا 2 س زائد الباي، ظ 2 س زائد الباي. في تفاضل ما بداخل القا اللي هو الاتنين، يبقى يساوي 2 في 6 ب 12، مفيش أي سالب خالص. هنا قا وقا، يبقى أقدر أقول له قا تربيع 2 س زائد الباي، ظ 2 س زائد الباي، يبقى ده تفاضل الدال ص على الدال س. خلاص ناخد 23، يبقى ص تساوي زطا 3 س، زطا 3 س على 2 س زائد التلاتة. ده حاصل قسمة دالتين، حاصل قسمة دالتين، يبقى دال ص على الدال س يساوي مربع المقام 2 س زائد 3 لكل تربيع. المقام 2 س زائد 3، في تفاضل البسط، تفاضل البسط، تفاضل الزطا بسالب قتا تربيع 3 س، ده تفاضل الزطا. في تفاضل ما بداخل الزطا اللي هو 3، هنعملها هنا سالب البسط اللي هو زطا 3 س، في تفاضل المقام بكام؟ ب2، دي 2 زطا. نظبط الدنيا شوية، يبقى هيدينا ايه؟ التلاتة موجب كل، ولا سالب، هيبقى سالب 3 قتا تربيع 3 س في 2 س زائد التلاتة، ممتاز جدا. ناقص هنا ديت، بس هنا السالب ديت، هنا في سالب كمان، لا الزطا بسالب، يبقى دي موجب، يبقى دي موجب 2 زطا 3 س، 2 زطا 3 س. الثانية في تفاضل، لا يبقى سالب، يبقى سالب كما هي، سالب كما هي على الاتنين س زائد الايه، زائد التلاتة الكل تربيع. انا ممكن اخد ايه هنا، عامل مشترك، مفيش اي عوامل مشتركة، خلاص بضع الايه، بسيب الايه، بسيب المسألة كما هي. واضحة كده، بسيطة العملية، بس خلي بالك من الاشارات، وخلي بالك لما بتفاضل الدالة المثلثية ذات الأس، بفاضل الأس الأول، بعد كده بفاضل الدالة، بعد كده بفاضل ما بداخل الايه، ما بداخل الدالة. ناخد شوية أمثلة تانية. بيقول إذا كانت ص تساوي زطا باي على الستة عين، وعين تساوي 3 جذر جذر السين، اوجد دال ص على الدال س عند س تساوي الواحد. اعتقد دي حلناها قبل كده، خلينا نحلها تاني. يبقى انا بجيب الدال ص على الدال عين هيساوي زطا بسالب قتا تربيع باي على الست عين، في ديت ايه، في تفاضل ما بداخل الزطا، تفاضل ما بداخل الزطا اللي هي باي على الستة، يعني يساوي سالب باي على الستة قتا تربيع باي على الستة عين، باي على الستة عين. خلينا نكتبها عين كما هي. بعد كده نجيب الدال عين على الدال سين، الجذر ده يعني أس نص، فهيديني 3 على 2 الجذر، يعني 2 3 على 2 جذر الايه، جذر
السين، يبقى انا محتاج الدال صاد على الدال سين هيساوي، اضرب الاثنين في بعض يبقى 3، اخليها بقى لما نضرب ديت هتبقى سالب، سالب 3 باي قتا تربيع باي على الستة عين، الستة عين بتلاتة جذر السين على اتنين جذر الايه، اتنين جذر السين، التلاتة ديت مع الستة فيها الاتنين، يبقى دال ص على الدال س يساوي سالب 3 باي قتا تربيع باي على الاتنين جذر س على اتنين جذر السين. بيقول لي عند السين تساوي 1، نجيب بقى عند السين بعوض عن السين بواحد واجيب القيمة ديت بالآلة الحاسبة. خلاص المسألة التانية دي حلناها قبل كده، يعني معلش هي مكررة حلناها قبل كده، اثبت ان ديت بصفر ديت حلناها قبل كده، ناخد ميل الايه، ناخد ميل المماس. بيقول لي وجد ميل المماس لمنحنى الدالة دال، حيث ص تساوي دال س لكل من الصاد، ادي الصاد تساوي 2 زطا س زائد جذر 2 ق ق س. ميل المماس لمنحنى هو المشتقة الأولى عند النقطة، يبقى دال ص على الدال س هيساوي 2 زطا س بسالب قتا تربيع س في تفاضل السين بواحد، زائد هنا جذر 2 هنا ق س يعني ق س ظا ق س ظا السين، يبقى هيساوي سالب 2 قتا تربيع س زائد جذر 2 ق س الظا س، لما السين هنا بتساوي باي على الأربعة، باي على الأربعة يعني 180 على الأربعة ب 45، هنا واحد على الجتا تربيع الجتا بواحد على جذر الاتنين، يعني هيديني لما ربعها يبقى واحد على الاتنين، الاتنين هتطلع فوق في الاعلى هيديني كام؟ هيديني سالب 4، هنا زائد جذر 2 القاسين واحد على الجتا يعني هيديني في جذر 2 الظا س ظا 45 بايه؟ ظا 45 بواحد يعني هيديني سالب 4 زائد الاتنين يبقى هيدينا كام؟ سالب الاتنين، وهو ده ميل المماس للمنحنى عند النقطة س تساوي باي على الأربعة. خلاص؟ يبقى احنا كده ايه؟ أنهينا الدرس الأول بالكامل. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلك الفيديوهات الجديدة. لو عندك أي سؤال أو أي استفسار أو تقدر تشوف الفيديوهات وتقدر تشوف المذكرة في الجروب الخاص بالفيس، أحط لك الرابط أسفل الفيديو بإذن الله. أتمنى من الله عز وجل لكم التوفيق، أشوفكم إن شاء الله في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.